بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في موضوع الزواج، حيث انه الجزء الثاني من موضوع الزواج. ما هي معايير وشروط الزواج المقدس بحسب كلمة الرب على ضوء الكتاب المقدس؟ هذه المعايير ليست معايير المجتمع، بل هي معايير الله في اختيار شريك الحياة. اليوم الجزء الثاني هو الزواج دعوة للقداسة. ربما بنفهم في بعض الحالات أن القداسة هي تكون فقط للكهنة الرهبان أو المكرسين، كأننا نفهم أن الزواج خارج عن نطاق القداسة، لكنه الزواج هو دعوة حقيقية لأن نصبح من خلال هذا السر المقدس قديسين أيضا. اخترت لحضراتكم اليوم نص من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بتقول: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعبا. في الأحد الماضي تكلمنا عن زواج إسحاق برفقة، وكيف أن إبراهيم عندما شاخ وكبر في السن إنه طلب من عبده إليعازر أن يذهب إلى بلاده ويختار لابنه إسحاق شريكة له، يعني زوجة له. ولكن علينا أن نقف بعض الشيء في هذه القصة الغريبة. نفهم من الكتاب المقدس كأنها أول هجرة في الكتاب المقدس كانت لإبراهيم، حيث أن إبراهيم هو كان شخص مهاجر، وربما هذه الصورة تماثلنا جميعاً زينا النهاردة، كلنا مهاجرين في بلاد غير وطننا الأصلي الذي ولدنا فيه. عندما كان إبراهيم خارج عن أهله وأرضه، بيته، عشيرته، بلدته، أصحابه، وذهب في بلدة أخرى، وجد أن العادات والتقاليد تختلف، وجد أيضاً أن عبادة الله الحي تختلف، حيث أن هناك يعبدون الأوثان، فخاف على مستقبل أسرته إبراهيم، ووعده بالله بأن يكون من نسله حيكون شعب وأمة كبيرة، فطلب من عبده الأمين أن يختار شريكة لابنه، وكانت رفقة حيث تأملنا الأسبوع الماضي عنها. ما يثيرني في هذه النقطة بالذات أن مع الشعب المهاجر بيستسلم مرات لعادات ومجتمع البيئة الحديثة التي فيه،
وربما الجيل الأول بيكون مش عارف يعيش ما بين أهله عاداته وتقاليده وبين البلد اللي هو فيها، والجيل الثاني والثالث حيكون اختفى منه العادات والتقاليد والطقوس والصلوات، وحيثما تربى على مبدأ الله. لا أعني أن خارج بلادنا لا يوجد دين، لكن أعتقد أنه في بعض الحالات نستسلم لحياة الأرض العامة. لكن إبراهيم خاف على ابنه، فلذلك طلب من عبدي أن يختار واحدة تكون من عشيرته من بلدتي، حيث أنها تؤمن بالله حيث هو كبر وترعى. وسنكمل في آخر العظة عن موضوع صعوبات المهاجرين في الزواج، ولكن ستطرق إلى تأملنا من حيث القديس بولس أول. في آية بتول 14: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. الكلمة دي سمعناها كتير، لكن تفسيرها بيختلف من شخص إلى آخر. الجزء العام في هذه الآية: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، يعني لا تشتركوا في عبادة أشخاص مختلفين عنكم. وهنا بيتكلم على غير المؤمنين بصفة عامة. لم يقصد الرب والقديس بولس أن يجعلنا منطويين على ذواتنا، نافل نفسنا وما يكونش لينا علاقات. يكون لينا علاقات، ولكن تحت حسبان ألا نختلط بعاداتهم وتقاليدهم السيئة، لأن أكيد عندهم حاجات كويسة، لكن نبتعد عن ما هو مضر لتربيتنا المسيحية. في لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، إيه هو النير ده؟ الكلمة ربما تكون مش واضحة لبعض الأشخاص. النير أو النير هو خشبة زي ما شايفين حضراتكم في الصورة، بتربط اثنين من الحيوانات، ربما يكونوا متماثلين أو مختلفين في النوع. طب يا قديس بولس، هل تشبه علاقتنا بالبشر زي الحيوانات؟ لم يقصد ذلك، ولكن يقول لنا خذوا عبرة، إذا ربطتم اثنين حيوان، يعني حيوانين مختلفين في الجنس أو في النوع، حيكون عندهم قدرات مختلفة. غالبا اللي عاش في بيئة زراعية حيفهم ده أكتر، واللي لم يعش في بيئة زراعية أعتقد كان عنده صعوبة إلى يومنا هذا. هذا النير كأنه خشبة بتتحط على عنق كل حيوان، ويكون ليهم عصا في النص يمسكوا الراعي، وكل حيوان على نفس شكل الخشب اللي على العنق عشان يقدر يوجه الاثنين، كأنه بعصرنا النهاردة دركسيون اللي هو للقيادة. في البيئة الزراعية كانوا يستعملوا ربما اثنين من الجاموسة أو اثنين حمار أو اثنين فرس، ولكن البيئة الزراعية أكثر بتستعمل الحصان في السير، ولكن في الزراعة والحرث كان بيكون لإما تور أو جاموسة. في بعض الأحيان بيكون هذا الشخص فقير، فيكون عنده عفوا حمار زائد جاموسة. ده ليه قوة وده ليه قوة، ده ليه طريقة والتاني ليه طريقة. استحدثوا في العصور الحديثة حاجة اسمها البغل. البغل قوته جامدة جدا، وخلوه مع
جاموسة تانية يحرسوا في الأرض بالطريقة التقليدية قبل ما يكون هناك آلات زراعية وماكينات حديثة. ماذا يقصد القديس بولس من هذا؟ ده موضوع زراعي وحيوانات، ولكن يقصد في الزواج المسيحي. الشخص المسيحي الذي سيرتبط بغير شخص مؤمن، مش بس يكون غير مسيحي، ممكن ترتبط بشخص آخر مسيحي ولكن غير مؤمن، فإن هناك تفاوت في القدرات بين الاثنين. ده بالنسبة للحيوانات. هناك تفاوت في الإيمان بين الشخص المسيحي المؤمن والغير مؤمن، فبيقول لنا القديس بولس لا تكونوا في نير أو تحت نير مع غير المؤمنين. يعني بيحذر القديس بولس أن يكون زواجنا مقدس، نرتبط بأشخاص مؤمنين، لأن لو ارتبطنا بطرف غير مؤمن سيجرنا إلى عاداته، إلى تقاليده، إلى لا ممارسة الإيمان ولا يتفاعل. في البداية أعتقد أننا سأحافظ على إيماني، ولكن يوم بعد يوم الطرفين حيتحولوا زي بعض. في المجتمع شخص إيجابي صعب أن يؤثر على آخرين، ولكن شخص واحد سلبي يستطيع أن يؤثر على 1000 في لحظة واحدة. دائما الأشخاص السيئين بيكسبوا الجولة سريعا، لأننا بننجذب ليهم سريعا ولا بننتبه. يعني إذا الشخص المؤمن عايز يصلي والتاني مش هيسمح له يصلي. بعدين في تربية الأولاد، كيف يكون الأولاد مؤمنين إذا فيهم طرف من الطرفين غير مؤمن أو غير مسيحي؟ عشان كده لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور معظم. هذا الموضوع فعلا محتاج الدراسة، لأنه صعب ومتكرر ومليان في مجتمعنا إننا بنستسهل ونقول ما فيش فرق، كلنا إخوة في الإنسانية، كلنا إخوة في الإنسانية. لكن الشخص الغير مؤمن كفيل أن يخليك ملحد أو لا مبالي. ده الشخصين المؤمنين اللي زي بعض ما بيقدروش يصلوا كل يوم، ما بيقدروش يروحوا الكنيسة مع بعض دايما، لأن الظروف بتجرهم دايما للوراء، فما بالك مع شخص غير مؤمن. في اللي بيدرس العهد القديم أو بيقراه بيتابع إنه في سفر التثنية الله أعطى شرائع للشعب ومهدهم بمفهوم أن يكون عندهم الإيمان الصالح وأن لا يتنجسوا، أن لا يتنجسوا مش بس على البشر. في سفر التثنية إصحاح 22 بيقول لنا إيه في آية 9: لا تزرع حقلك صنفين لئلا يتقدس الملء، الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل. يعني بيدي نصائح للمزارعين ما تزرعش نوعين مع بعض. تخيلوا النهاردة مع العصر الحديث ممكن قطعة أرض صغيرة تكون مليانة من محاصيل وبذور مختلفة. في شريعة العهد القديم الله نهى، يعني رفض أن يكون في نفس قطعة الأرض نوعين من زرع. يعني إذا زرعت قمح لازم كله يكون قمح، ذرة يبقى كله ذرة، وهكذا. يقصد إيه؟ لأنه كان الله بيطلب من الشعب بكورة الزرع بتاعه. لما يكون في زرعين الاثنين هيلخبطوا بعض، ما تعرفش أنهي اللي ظهر أو كبر أكبر والتاني لا، فحيكون عندك عدم طاعة الرب ويكون الزرع بتاعك حيلخبطك. عشان كده الرب بيزرع: لا تزرع في حقلك صنفين. نفس الفكرة، لا تتزوج من شخص غير مؤمن،
دي أول قاعدة. النوع الثاني اللي طلبه الرب في سفر تثنية الإصحاح، اسم الإصحاح 22 بيقول لنا إيه؟ لا تحرث على ثور وحمار معا. لما كانوا بيحرسوا بيحطوا الثور والحمار مع بعض، الثور قوي جدا والحمار ضعيف، فإذا أنت ظلمت الحمار هيجي وقت هو اللي بيع والثور هيكون قوي، واحد هيهلك الثاني. لا تحرص على ثور وحمار معا، يعني ما تجعلش الاثنين في خلطة، المؤمن وغير المؤمن. وحتى في الزراعة شوف الرب حتى مع الحيوانات مع الزرع لم يرد أن يختلطوا ويكونوا مع بعض، لأن الله بيقدس كل حاجة وحدها. ده مش بس كده، عندنا آية غريبة في سفر اللاويين بتقول لنا أطيعوا شرائعي، لا تزاوج بهائمك من جنسين، وبيكمل نفس الكلمات اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني ايه لا تزاوج بهائمك من جنسين؟ يعني في ناس بتحاول تهجن، يعني تعمل نوع ثالث، تنشئ نوع ثالث من الحيوانات. البغل اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، ايه هو البغل؟ هو زواج حمار من حصان، بيطلع بغل ثالث، كانه الشعب او البشر لا يقبل اراده الله ان يكون الحمار حمار والبغل بغل، بل عايز نوع وجنس ثالث اخر، فبيجوز الاثنين مع بعض بينجبوا ايه؟ بغل. والمعلوم ان الله لا يريد هذا الزواج للحيوانات لانه غير طبيعي، كيف يتزوج جنسين مختلفين وينجبوا نوع ثالث؟ لما تدرسوا الموضوع ده بشكل مباشر تعرفوا ان البغل اللي هو نتيجة تهجين حيوانين مختلفين ما بيقدرش يخلف، بيكون عنده عقم، لأننا تحدينا الله. شفتوا إزاي؟ يعني البغل ما بينجبش، ما بيطلعش بغل تاني، لأن الشعب بيتحدى قوانين الرب. كيف نفهم ده؟ لا تكونوا تحت ناير مع غير المؤمنين إذا ما كناش بندرس حتى بطبيعتنا الشرقية الكتاب المقدس. عشان كده الله بينهي أن يكون نوعين من الزرع، نوعين من الحيوانات في الحرث، ونوعين يتزوجوا غير طبيعيين في نفس النوع والجنس، وبالتالي بيتكلم على الإنسان. ده مش بس كده، وقال ولا تلبس ثوبا منسوجا من مادتين مختلفتين، الكتان مثلا والصوف، لان فيهم نوع هيدي لك امراض. النهارده كل ملابسنا فيها مزيج من الخيوط وفيها مزيج من نوعين مختلفين، وكان يقصد كمان في العهد القديم كان الكتان هو اللون الابيض، واللون الابيض كان يعني البراره والطهاره والقداسه، فإذا حطيت عليه كمان نوع تاني من النسيج أو من الخيوط غيرت اللون الأبيض وأصبح كأنه نجس. كلها دي مفاهيم على أن الزواج يجب أن يكون صحيحا، لا تحت نير مع غير المؤمنين. أوعوا ترتبطوا في يوم من الأيام بأشخاص غير مؤمنين حتى لو كانوا مسيحيين زيك، لأنه حيغيرك، حيضيع الإيمان اللي عندك، حيخليك تكفر بإلهك وبيسوع المسيح. كنت قلت لحضراتكم سأكمل مفهوم الزواج في البيئة المهاجرة، إيه صعوباتها؟ مع الصعوبة الاقتصادية كثير منا هاجر، أو مع البيئة الغير حرة ناحية سياسية وغيره وغيره، حسب كل واحد كان عنده أهداف في الهجرة.
شوية شوية بنلاقي نفسنا نمشي تبع عادات المجتمع ولا نمشي تبع عادات البيئة اللي احنا تربينا فيها وكبرنا، من حيث اللبس، الكلمات، المادة، العادات، الأكل، الشرب. شوية شوية بنتنازل عن حاجات. عارفين مين اللي محافظ على ده لهذه اللحظة على الأرض في التاريخ؟ هم اليهود اللي ما زالوا بيطبقوا شرائع العهد القديم حرفياً، يتميزوا بده. يوم السبت هو يوم السبت للصلاة، التقديس هو التقديس، كل واحد بحسب شريعته، لا يتزوجوا ولا يعطوا جنسياتهم لشخص غريب لأن بيعتبر نفسه شعب الله المختار، فمش ممكن يعطي جنسيته لشخص آخر. في مشكلة بتظهر في بلادنا، يجي شخص من هنا عاش 20 سنة وأنجب ويجي عنده ابنه وبنته، يقول أروح أجوزهم من بلدي مصر، أنا عايز أكون مؤمن برضو في نفس الوقت. ده غير تكافؤ، لأن اللي في مصر لسه أو أي بلد عربية أخرى أو غير عربية عكس المهاجرين، هو لسه في بيئة مختلفة وإيمان مختلف وعادات مختلفة، وأنت محتاج بفلوسك اللي هنا تنزل تتجوز تشتري أحسن بنت في البلد هناك، وهو يعلم جيداً أن هذه البنت مرتبطة عاطفياً بشخص آخر، ولكن يعلم بفلوسه أنه يقدر يشتري البنت دي ويجيبها زي الجارية، زي عصر العبيد، ويجيبها هنا. وطبعاً أهلها حيقولوا لها أنت هتلاقي جواز أحسن من دي، ده عايش برا، ده عنده جنسية، ولادك هيعيشوا في بلد خضرة وأكل وشرب. وتيجي البنت مش قادرة تتواكب، وياما يكون هناك انفصال في الزواج لأن الاثنين مختلفين، لأن ربما أصبح الاثنين تحت نير، يعني تحت صعوبة إيمانية، الاثنين مش هيقدروا يعيشوا مع بعض بحسب ما تربوا في بلادنا. أنا لا أفضل شخصياً، لكن لم أقل أمنع، لا أفضل الزواج من دولة لدولة، لأنه الاثنين اختلفوا في حاجات شئت وأبيت. أنت عملت من نفسك من الفرنجة وهم كأنهم لسه رجعيين، بتاكل بطريقة، بتشرب بطريقة، بتتكلم بطريقة مختلفة. أديكم مثال بسيط، ده لما بننزل بلادنا وينزل واحد من هنا ويكون حتى لسه جاي لي سنة، وينزل ياي الحر، ياي المية، ياي الأكل هناك، ويشعر اللي هناك إنه حيعرف من حياته، يقول له يا عم إحنا عايشين والحمد لله، يا ريتك ما جيت، إحنا منتظرين فلوسك بس ما تشتريناش. وإذا طول ويكون هنا حتى مش عارف يتكلم إنجليش كويس، وهناك بس ما يعرفش يتكلم غير إنجليش ومش قادر يفتكر الكلمات، سبحان الله. ده أنا أعرف شاب حاول يتجوز بنت في بلده مصر ليه لا يتخطى 5 سنين هنا في أمريكا، وبيتصل بالبنت اللي عايز يرتبط بيها ويتعارف، ويقول لها آسف مش عارف أعبر بمشاعري بالعربي. ده عمرك ما هتعرف تعبر بمشاعرك بالإنجليش، لأن حتى المشاعر في لغتنا فيها كلمات متعددة أكثر من لغات أخرى، كله بيتغير. فغير إيمان اتنين مع بعض. حاجة تانية، لما بيجي هنا بنقبل بأي جواز من جنس آخر، اعلم تماماً إن هناك سيكون صعوبة بالغة لأنه الاتنين مختلفين. يعني عفواً عفواً وعفواً، زي مشروع تهجين اللي هو موضوع البغي، عفواً أنا لم أقصد ذلك، ولكن نتيجة الله ينهي، لأنه أنت بتضع اثنين بتعذبهم وبتألمهم، وبتشعر أن المشكلة أن الاثنين من أول سنة هتلاقي الموضوع عايز يبتدي يصلح الجواز. ده مش حاجة بس دي كده، غالباً أغلب الجوازات اللي جاية من مصر
أي كان الجنس، خاصة البنات اللي بيجوا من مصر أكثر من الذكور، ويتجوزوا شخص في الغرب. عايز أقول لكم بصراحة الموضوع ده يخص المهاجرين حلو قوي، زي ما اتكلمت عن رفقة اللي اختارها إبراهيم لابن إسحاق من خلال عبده. الشخص اللي هنا كان جاي عاوز جنسية زمان فاتجوز، ويقول لك أنا اتجوزت على الورق، ويكون هو نصاب، اتجوز 200 واحدة في الطبيعة وواحدة بس على الورق. ده جزء. الجزء الثاني ولف على الجنس بسهولة وبيمارس الجنس مع أشخاص كتار قبل الزواج الكنسي. وتيجي البنت مظلومة، مين دي يا مدام؟ مين دي تبقى لحماتها؟ تقول لها دي صاحبته. صاحبته بعد شوية بيطلعوا فوق ويقعدوا في الأوضة، دي صاحبته. أنت لسه رجعية، الدنيا اتغيرت، دي صاحبته هنا، يعني حبيبته السابقة. يا سلام، ده في أسر مصرية بتقبل لأولادها يكونوا في نفس البيت تحت قانون البلد، إنه عيالهم يتجوزوا، مش يتجوزوا، يعيشوا ويمارسوا الجنس مع أجنبيات تحت بند القانون والحرية وهم بالغين. ويجوا الكنيسة عاملين يعني ديناصورات، عايزين يعلموا الكاهن وعايزين يعلموا الشعب، وفي بيتهم ضايعة منهم المقاييس الإلهية، لكن يحرموا على غيرهم ويعملوا مشاكل لغيرهم، وفي بيوتهم شايفين أولادهم وأحفادهم عايشين زي ما هم عايزين. فأغلب الجوازات، لم أقل الكل، البنت اللي بتيجي من مصر بتتصادم، بتلاقي هذا الشاب اللي نزل اللي عمرها ما شفته غير أسبوع وكان حلو، هو متجوز واحدة واثنين وثلاثة بس مش متجوز شرعي. تقول لها بما أني مش متجوز في كنيسة أنت إيه المشكلة معاكي؟ لأنه عقله خلاص مرتبط أنه يمارس الجنس مع أشخاص تانيين طول حياته ولم يشبع بمرات، هو عايزها تحت صفحة القانون، رخصة تجيب له أولاد ممتازين يكونوا متربين، لكن هو أساساً لم ينطبق عليه ذلك. في مأساة كثيرة في كل دول أوروبا وفي أمريكا في الزواج اللي من خارج دولة لدولة، وأنا بعرف بما أني كاهن حالات متعددة 90% ما كانش 100% كلها تنطبق عليها الكلمات اللي بقولها لكم تحت خبرة. وبيجي هنا يكون الانفصال أسرع ما يكون. في مشكلة تانية، البنت اللي جاية من الغربة من بلادنا تتصل بأهلها أول أسبوع الدنيا حلوة، أنا في الفردوس، أنا في النعيم، تاني أسبوع شهر ثلاثة لغاية ما تكتشف إنها دخلت في مشكلة، كانت فرحانة هتروح دولة أجنبية. ولكن لما جات وشافت المأساة بتعمل إيه؟ كل ما يتصلوا بها أهلها إيه الأخبار؟ زي الفل، وهي متحطمة هنا. ما بيش عندها الشجاعة تقول لأهلها ده جوزي متجوز 20 واحدة تانية قبل مني، لأن هتبقى فضحتها مع أصحابها في البلد، مش قادرة تقول لهم إن هو كان متجوز وبيعرف ثلاث أربع بنات لغاية النهاردة في نفس البيت اللي أنا بعيش فيه، وحماتي موفى وعمامه وخلانه وكلهم، ده عادي، لأنها تحدت الناس في بلادها قبل كده، وفي خلال أسبوع مشيت ورا المادة، وافتكرت إن الجواز هيكون زي ما شفته في مصر، هو نازل $5,000 فبيبذر أو ب10,000 يورو، فمتخيلة الأسبوع اللي بيصرفه هو نصه متداينه أساساً إنه هتعيش برا زي كده. أرجوكم فكروا وانصحوا الناس، الجوازات اللي بالطريقة دي مع المهاجرين ما أسوأها. مش بقول اللي هنا وحش أو أحسن ولا اللي هناك وحش أو أحسن، الاتنين اختلفوا حتى لو أنت مش عايز ده. في حالات بتنجح بس قليلة جدا، عشان كده الزواج الغير شخص مؤمن هيجعلك في تهلكة. يعني إيه اللي هيخليك تخاف؟ أولا مش هتصلي، مش هتآمن، هتبتدي تبيح لنفسك حاجات زيه تحت بند العند، إذا هو بيزني أنا هأزني، إذا هو بيغلط أنا هغلط، لأني خلاص لما يكون عندك كبت هتنسى ربنا وهتدخل في صعوبة مش قادر تخرج منها تحت الظروف الصعبة اللي أنت اتوضعت فيها وما فيش لك منقذ، ولا عارف ترجع مصر ولا عارف تكمل
هنا لأن زواج مع غير المسيحيين. طبعا هناك الزواج المدني دي مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا حاليا، الغرب يؤمن بالزواج المدني، لكن ده بالنسبة للكنيسة هو لم يكن زواج صحيح. الكنيسة تؤمن بزواج واحد هو من خلال قدام المذبح وبياخد البركة، غير كده هتسموه زواج مدني، في الكنيسة تسميه زواج الزنا إذا شئت أو أبيت. تشوفوا الكنيسة مش هتتكلم، لا تدين، لكن لا يعني أنه أصبح صحيحاً. لازم تتجوز في الكنيسة وتاخد بركة الرب، لأنك إذا ما عملتش كده بيضد الله. في نقطة أخيرة في موضوع إسحاق، العبد إليعازر اللي ذهب لبلاد يجيب بنت إسحاق اللي هي رفعة، هو عبد يعني ربما كان وثن، فكيف صلى؟ احنا شفنا صلاته لحد اللي فات، ازاي وصل للمرحلة دي انه يصلي ويقول لإلهه يا رب يا إله إبراهيم وفيني في هذا الاختيار؟ حتى العبد لما عاش مع شخص مؤمن زي إبراهيم أصبح مؤمنا. عايز أقول لكم مش العظات اللي هتخلي الناس مؤمنين، ولا الكتب ولا القنوات الفضائية المسيحية اللي هتخلي الناس مؤمنين. اللي هيخلي الناس مؤمنين مثالنا الشخصي، القدوة الحقيقية، إن لسه في ناس مؤمنين في هذا المجتمع. لما هيشوفك مؤمن عايز يكون مؤمن زيك، مش بالأسيس ومش بالكنائس ومش بالعظات ومش بالنصوص. تتذكروا الثلاث فتية اللي كانوا في أتون النار، قصة دانيال ودانيال نفسه مع الثلاث فتية، لما تحطوا في بيئة غير مؤمنة كملوا بإيمانهم ولم يتغيروا في بلاد المهجر. احنا عارفين ان كانوا مسبيين دانيال واصحابه، لو تتذكروا يوم ما عملنا العظات الكامله عن دانيال، دانيال كان مؤمن واتنفى كانه في ارض العراق في وقتها، ولكن ظل يفي بايمانه. ده حتى تحدوه مره وقالوا اللي هيصلي هيحاسب، لكن كان بيفتح الشباك اوضته وكان بيصلي ولم يغير ايمانه حتى لو في بيئة مهاجرة وعكس القوانين اللي هو فيها. ثلاث شباب في عز المراهقة ما تغيروش في بلاد غريبة، وإحنا حتى لما بنكون شوية كبرنا بنتغير وبنتغير وبننسى إيماننا. النهاردة كنايسنا فاضية وولادنا ما بيجوش تحت مليون حجة هي اسمها عدم إيمان الأسرة. لو الأسرة مؤمنة هتخلي عيالها مؤمنة، لو الأسرة مش مؤمنة هم غير مؤمنين وأحفادهم غير مؤمنين. ومشكلة النهاردة القصة دي بتاعت لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين أن الأسرة لم تصبح مؤمنة مسيحية كما تولدت تحت شهادة العماد والميلاد. ارجعوا لإيمانكم الصحيح حتى تحفظوا أنفسكم وتحفظوا أولادكم، ونكون عندنا دعوة للقداسة. إذا أنت أسرة مقدسة سيكون زواجك مقدس، وعشان كده الفاتيكان بيعلن مرات كثيرة أسر متجوزة باسم قديسين، ولم يحصر القداسة على كهنة ومكرسين، بل جعل أسر كثيرة مقدسة. لأن في عالم كله تيارات وتحديات، النهاردة بيقول لنا في أسر مقدسة وممكن يتكاتب اسمهم في سفر الحياة وفي مراجع الكنيسة بأنهم قديسين ونقتدي منهم. ده في شخصيات بتظهر ليهم العذراء، سيدات ومتجوزات ورجالة ما بتظهرش على كل الكهنة وغيره، لأن الله عايز يدي علامة أن الزواج هو دعوة للقداسة. فهل ما زالت القداسة دي موجودة في زواجنا، ولا أصبح زواجنا تحت بند العشرة وحياة تخلص وننتهي؟ ولله المجد الدائم الأبد، آمين.